يا باشمهندس، على هذه الحالات التحكيميه الفجه قوي واللي حرمت الاهلي من فوز كان يبدو مؤكدا على البنك الاهلي باعترافات كل خبراء التحكيم، لكن الحقيقه هو ليه اذ فجاه لقينا شاب صغير حديث الخبره هو حكم الفار، وكمان محمد الحنفي الراجل اللي راجع من ايقاف او من ابتعاد طوال الموسم اللي فات حكم السنه دي بس مباراه الزمالك والمصري وبسرعه راحوا حاطينه للاهلي. كابتن محمد فاروق، وهنا تاني رايه مهم لانه رئيس اللجنه السابق، نشوف رايه. خلي بالك يعني انا برضه هنا ليا تحفظ اللي موجود على الفار محمد علي هاشم، محكم كويس جدا، وانا يمكن لعبت الدوري المحترفين واجاد وتالق، لكن هو بعيد عن الفار اديله سنه ونص او سنتين. يا خبر ابيض، لكن انا في رايي بعيد بقاله عن الفار اديله سنة سنه ونص ونص او سنتين بعيد عن الفار. بعيد عن الفار فكنت اتمنى ان هو في مباراه كبيره زي كده يكون حد، مش تقليلا من محمد علي هاشم محكم كويس جدا، بس دايما الماتشات اللي هي دايما ودايما مباراه البنك الاهلي ودايما فيها مشاكل، كنا ممكن نحط حد على الفار من الحكام اللي عندهم خبرات. يعني كل شيء يجاب في المنطق حصل في هذه المباراة يا أستاذ إبراهيم. وأرجع أقول لك، ما هو المناخ اللي يسبق المباراة كان إيه؟ كان مشكلة كبيرة، وصدفة شديدة أن يكون الخطأ لصالح الزمالك هذه المرة، ويتوقف الحكم ويتسرب التعليق ونعيش الديلمة بتاعة الحكام، وهي هي نفس المباراة اللي يتعين فيها حكم فار بقاله سنتين أو سنة ونص ما حكمش فار، ها؟ عشان يخطئ خطأ لصالح البنك. يعني المرة دي الخطأ اللي فات أمام الزمالك كان ضد البنك. طب هنصالحك بس على حساب الأهلي. واحد العملية في بيتها برضه. ده اللي خلى زميلنا محمد سعيد هنا في القناة وهو المتابع دايما للملف التحكيم يكتب يا نهار أزرق، هي لجنة الحكام اختارت حكم فار لا يملك رخصة انه يصفر في الدوري الممتاز، عمره ما مسك صفارة وصفر في الدوري الممتاز محمد هاشم علاء، عمره. وقال محمد سعيد فين الاعتبارات؟ حكم مش بيصفر في الدوري يتعين حكم على تقنية الفيديو. الحقيقة كانت غريبة، لكن الزميل هاني حتحوت قال انه طاقم الحكام بعد ما خضع للمتابعة والتقييم من لجنة الحكام على مسؤولية هاني حتحوت هناك قرار ضد طاقم الحكام، هل صدر ولا لا؟ نشوف. طيب احنا تواصلنا مع مصدر مسؤول في لجنة الحكام وأكد انه الأهلي القرار ده لم يكن صحيحا، وان الأهلي استحق ان يحتسب له هذا الهدف، وانه بالتبعية بعد تحليل القرارات التحكيمية قد يأتي قرار من داخل اللجنة بإيقاف حكم الساحة وحكم الفيديو في هذه المواجهة. بص، الموسم يا أستاذ إبراهيم بنفس أبطاله الأخير اللي ضاع الدوري من الأهلي هو ده اللي حصل، تغلط عندي ضدي وتغلط لصالح المنافس من نفس الأطراف، ضربة مزدوجة. ويطلع آخر السنة تبقى هي فرقة هي بستة بونت هنا وهنا. اجاييه عرقله يقول لك اصل الكره طلعت خلف المرمى وهو بيتعرقل، الناحيه الثانيه بعديها نفس الفرقه بنفس الحكم بالصدفه الشديده، زيزو ناحيه اليمين الكره تطلع خلف المرمى ويتم عرقلته تتحسب، المصري 3-2 فاول على لاعب الزمالك دفع مدافع المصري فسقطت جت في ايد لعيب تاني اتحسبت ضربه جزاء في الوقت محتسب بدل من ضائع، وما جتش اللقطات بقى بالاثر مش الرجعي اللحظي. يعني ما جبت اللعبه اللي قبلها ما جبتلوش اللقطه كامله. اجتزأت. هل هذا عندما يحدث يبقى صدفه ولا من حقك تفكر بطريقه مختلفه؟ لما تفكر بطريقة مختلفة تقول إنه الأهلي فنيا في هذه المباراة كان أقل بكتير جدا من المستوى اللي كل الناس كانت عايزاه منه، ده قولا واحدا وبشكل واضح. احنا لا نناقش متعة المباراة، لكن اديني حق القانوني، القانون حاجة والحق حاجة والأداء الفني والبدني والتكتيكي حاجة تانية. أنا عشمي من فرقتي أعلى من كده. اديني حق ومالكش دعوة مستوى أدائي وشكل اللعب عامل إزاي.